اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في برنامج نون القمه اللي زي ما عودنا حضراتكم بنغطي فيه كل القضايا اللي بتهم المراه المصريه. هنبدا حلقتنا النهارده بالحديث عن مشاركه المجلس القومي للطفوله والامومه في مبادره رئيس الجمهوريه بدايه جديده لبناء الانسان من خلال عدد من البرامج التوعويه للاطفال والاسر ومقدمي الرعايه على مستوى المحافظات. هنتابع ايضا معسكر التوعيه الاسريه اللي نظمه المجلس القومي للمراه بوادي النطرون بالبحيره تحت شعار على البر في اطار مشروع معالجه الدوافع الاقتصاديه للهجره غير الشرعيه. هنتعرف ايضا على قصه رقيه محمد اول رائده ريفيه تم حقوميه الفلاحات وتعلمهم القراءه والكتابه في كفر الشيخ، وهنروح ايضا نشوف حكايه مها جميل اللي قررت انها تطلع وتصعد 50 متر علشان تبدع في رسم جداريه تشكيليه على خزان مياه اسوان. في فقرتنا الرئيسيه النهارده هيكون معانا نموذج الحقيقه ناجح وملهم زي ما عودنا حضراتكم من ابرز الاسماء في مجال البحث العلمي قدمت اسهامات كبيره من اجل تعزيز دور هذا المجال، مجال البحث العلمي في التنميه المستدامه وتمكين المراه في هذا المجال الحيوي. والحقيقه انه مشوارها توج بتكريم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه كنموذج ناجح وملهم بحصولها على جائزه الدوله التقديريه وتصنيفها ضمن افضل 30 امرأة عربية أيضا الأكثر تأثيرا في العالم في فوربس، هي الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق. كل هذه الأخبار هتكون معنا بالتفصيل، خليكم متابعين معنا. لقد كانت المرأة المصرية العظيمة وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، ولن أكون مبالغا إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، هي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة، وأقولها صريحة إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود. اسمحوا لي اننا نبدا حلقتنا النهارده بالحديث عن مشاركه المجلس القومي للطفوله والامومه في مبادره رئيس الجمهوريه بدايه جديده لبناء الانسان من خلال اعداد خطه عمل تنفيذيه تشتمل على جميع البرامج والمبادرات التي سينفذها المجلس والخاصه بحمايه وتمكين الاطفال في عدد من المجالات، وده من اجل اتاحتها للاستفاده منها. ده الحقيقه بالاضافه الى ان المجلس بصدد الاعداد لدليل التوعيه الشامل من اجل الطفوله اللي سيساهم بشكل كبير في توحيد المفاهيم وهيتم استخدامه في التوعية في مجالات متعددة، وإعداد خريطة خدمات الطفل على مستوى المحافظات، وأيضا برنامج الأطفال ذوي الهمم والكشف المبكر عن الإعاقات والوقاية والحماية والرعاية، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والثقافي وتنمية المواهب. علشان نتعرف على تفاصيل أكتر بينضم لنا عبر الهاتف الدكتورة سحر الصنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة. أهلا ومرحبا بيكي معنا في نون القمة دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسيدات والسادة المشاهدين. أشكرك دكتور سحر. بنتكلم عن مبادرة غاية في الأهمية الحقيقة، مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. عايزة أعرف من حضرتك كيف سيساهم المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذه المبادرة؟ وطبعا خلينا نقول يعني ان فعلا الطفل عشان نبدا بيه حاجه للتنميه البشريه فهو لبنه التنميه وحجر اساس المستقبل. ومن هذا يعني بدا ادماج قضايا الطفوله ضمن مشروع ومبادره فخامه الرئيس للتنميه البشريه. عديد من المبادرات يمكن عندنا صاحبوهم تكسبوهم، ودي مبادره توعويه بتتكلم عن بعض قضايا الطفل الهامة، لأن زي ما حضرتك عارفة
ولازم نعرف السادة المشاهدين أن المجلس القومي للطفولة والأمومة طبقا للقانون هو الآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفل. صحيح. فبالتالي يبقى عليه واجبات والطفل ليه حقوق. لازم نرسي هذه الحقوق، لازم نعرف الأطفال، وده من أساس إن إحنا عايزين نعمل تنمية بشرية للأطفال دول، علشان في الآخر المخرج بتاعنا يبقى طفل قادر متمكن متعلم ومثقف وواعي وأكتر من ده كله خلوق. دي نقطة مهمة جدا طبعا، دي نقطة مهمة جدا جدا، الأخلاق والارتقاء بالذوق العام. يمكن في بعض التحديات كتير بتقابلنا دلوقتي وبتقابل الأجيال، بس إن شاء الله يعني كلنا مع بعض احنا. طيب إيه هي أبرز هذه التحديات يا دكتور؟ خلينا نقول إن أول حاجة يمكن طبقا ليه بقى التحول الرقمي والتكنولوجيا، في عندنا مخاطر لسوء استخدام الإنترنت، وليس مخاطر الإنترنت، لأن الإنترنت في حد ذاته البوابة الذهبية للعلم والمعرفة. صحيح، سلاح ذو حدين. صحيح. إنما سوء الاستخدام سواء من الطفل أو من الناس اللي بتدخل للطفل ده أو من الأسرة إنها تستخدم طفلها كأسلوب دعاية أو أسلوب تربح على الإنترنت للدعاية لأي شيء، هذا مرفوض تماماً. هذه ليست الأخلاق. دي نقطة مهمة جدا دكتورة سحر، حضرتك يعني الحقيقة أثرتيها دلوقتي. هي مسألة أنه كثير من أولياء الأمور بيستغلوا أطفالهم في صناعة محتويات قد لا تليق بعمر هؤلاء الأطفال. والله هي يعني لا تليق بعمر الأطفال ولا تليق بالذوق المصري الراقي. طيب إيه الخطوات العملية اللي من الممكن أن تحد من هذه الظاهرة دكتور سحر؟ يمكن إحنا بنتكلم في مبادرات، وحضرتك زي ما قلتي مبادرات توعوية. بنبدأ بالتوعية بالمخاطر دي وإيه المضاعفات اللي ممكن تنتج عنها بجميع الأشكال اللي أنا نوهت عنها دلوقتي. دي أول حاجة. بنشتغل حاليا في استراتيجية مع وزارة الاتصالات والأمن السيبراني والهيئة الوطنية للإعلام علشان نعمل كنترول من المنبع على هذه المحتويات والمنصات والألعاب الغير هادفة. يمكن هو يعني أكتر حاجة ممكن يساعدونا فيها الأسر إن هم يمتنعوا عن يعني الترويج لأي سلعة من خلال أطفالهم. طيب إزاي بيتم التعاون بين المجلس وبقية المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ هذه البرامج الخاصة بحماية الطفل وتمكين الأطفال؟ هو طبعا أساسي المجلس ليست جهة تنفيذية، إنما هو بيضع استراتيجيات وسياسات بتمكن الطفل وبتمكنه من حقوقه طبعا. فبالتالي بيبقى فيه تعاون وتنسيق، وده طبقا للقانون، ويمكن ده ظهر في المبادرة القومية للتنمية البشرية في المجموعة اللي تم تشكيلها طبعا بتوجيهات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وقام بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية. مجموعة وزارية تضم وزراء وتضم مجالس علشان نقدر نحط خريطة واضحة مفيش تكرار، في استمرارية، في تعاون وشراكة وتشبيك بين هذه الجهات، سواء قضايا الصحة، قضايا التعليم، الثقافة، الرياضة، الارتقاء بالذوق العام، كل هذه القضايا يعمل بها وسيعمل بها ويستمر يعمل بها المجلس القومي للطفولة والأمومة مع باقي الجهات. وطبعا لن نغفل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الجادة للتعامل مع حقوق الطفل. كل يعني الباقة دي كلها هتشترك مع بعضها جنب التاني. طيب أخيرا دكتورة سحر، أحب أسأل حضرتك عن الأطفال ذوي الهمم، ما هي الجهود المبذولة من قبل المجلس لضمان دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع وتعزيز قدراتهم ويعني إمكاناتهم أيضا؟ خلينا نقول إن إحنا ما بنعملش مبادرة قائمة بذاتها لذوي الهمم. لا، إحنا أول حاجة زي ما حضرتك قلتي دمج جميع المبادرات، سواء صاحبوهم تكسبوهم، سواء بكرة بينا اللي بتتعمل في بعض المحافظات، ويمكن إحنا النهاردة موجودين في محافظة مطروح
عشان معسكرات الأطفال في نهاية الصيف، وبرضو بنأكد على التنمية البشرية معاهم. معانا ذوي الهمم، كل الأطفال زي بعض. مبادرة دوي اللي بترعاها السيدة انصار السيسي، نعم. مبادرة دوي جواها ولادنا ذوي الهمم. في تكريم أوائل الأزهر والثانوية العامة الأسبوع اللي فات كانوا موجودين معانا. يبقى الموضوع كله كلنا مع بعض. صحيح، هي دي كلمة السر طبعا. أقول لحضرتك نعم إن في حملة إعلامية قريبا إن شاء الله بعنوان اختلافنا مش بيفرقنا، ودي إهداء لطلبة المدارس وللأسر وأولياء الأمور إن هم يعرفوا أولادهم إن مهما اختلفنا في وطن، اختلفنا في دين، في عرق، في شكل، احنا كلنا واحد وعمرنا احنا معك. كلنا انسان. دي يعني حقيقه. انا بحيي حضرتك طبعا على كل هذه المجهودات، وبشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا فنون القمه دكتوره سحر الصنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والامومه. شكرا جزيلا لسيادتك. لسه مستكملين مع حضراتكم حلقتنا، وخلونا ننتقل ونروح لأسوان ونشوف حلم الفنانة التشكيلية ابنها جميل في رسم جدارية تعبر عن عادات وتقاليد المحافظة، واللي كانت طبعا بتشوفها يوميا، وكانت بتشوف خزان المية اللي مر على إنشائه أكثر من 70 عام وبيصل ارتفاعه ل50 متر، وكان بيروضها حلم انها تصعد وترسم على هذا الخزان. الحقيقه قصه مختلفه ومميزه، خلونا نروح نعرف تفاصيلها مع الزميل محمود جاد الكريم مراسل اكسترا نيوز من اسوان، ونرجع مره ثانيه نستكمل حلقتنا. انا مها جميل من اسوان، خريجة فنون جميلة. العمل ده انا مبسوطة جدا ان انا اشتغلته انا وجوزي الفنان علي، ودفعتي كانت في الكلية. مبسوطين جدا جدا ان احنا عرفنا نطلع شغل زي كده، وكان هدفنا الحمد لله ان احنا نعمل حاجة قوية جدا للبلد، وتبقى حاجة قومية ويبقى رمز لأسوان ورمز لمصر كلها. طبعا أسوان متميزة جدا بمجالات كتير وبحضارات كتير، طبعا حضارة فرعونية، وفي ثقافات كتير، ثقافة النوبية وغيره. فقررنا ان احنا نحاول نجمع الحاجات الموجودة في أسوان زي السد العالي والخزان، طبعا حاجات قوية جدا ومهمة، وطبعا بنبان معروفة بالطاقة الشمسية، المشروع ده ضخم جدا ومهم. وحطينا حاجات كتير طبعا منها التعليم، عشان كمان هي جنب مكتبة مصر العامة، لازم نوثق التعليم، التعليم حاجة مهمة جدا وبالذات تعليم البنت. فالموضوع مرهق قوي، وبعدين احنا بنطلع من السلم اللي هو في جوه بتاع البرج نفسه. حابين نتكلم مع حضراتكم عن الهجرة غير الشرعية والدوافع الاقتصادية وراء هذه الهجرة، لذلك ننتقل للبحيرة ونتحدث عن تنظيم المجلس القومي للمرأة معسكر للتوعية الأسرية تحت شعار على البر بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج، وده بيأتي في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية اللي بينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. الحقيقة إنه يعني هذا التنظيم اللي نظمه المجلس القومي للمرأة استهدف الأهالي وأبنائهم وبناتهم، وشكل فارق وعمل على توعيتهم بمخاطر هذا الأمر. خلونا نروح نعرف تفاصيل أكثر من ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بيكي أستاذة مي، وفي البداية أحب أنك تكلمينا عن معسكر التوعية الأسرية اللي نظمه المجلس القومي للمرأة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة تحت شعار على البر، والهدف من هذا المعسكر. اهلا بحضرتك، اهلا بيكم جميعا. هو المعسكر ده الحقيقه هو يعني خطوه من الخطوات اللي بنقدمها في اطار زي رحله من التدخلات في المشروع اللي بيعالج القضيه الخاصه بالهجره غير الشرعيه. احنا طبعا عشان نتكلم في مشكله او قضيه زي دي مش هنقدر نتكلم بشكل مباشر، لا، احنا غرضنا ان احنا نقرب الاسره من بعض، نحسس الولاد ان هم في انتماء لبلدهم، وفي نفس الوقت برضو ان انتوا لو عايزين تهاجروا الطريق مفتوح ليكم بس بطرق شرعيه.
ده بيبقى بيتخللوا تدخلات من تنمية المهارات. احنا بنعرفهم ايه الفرص الاقتصادية اللي موجودة في مصر وموجودة حواليهم في قريتهم ومحافظتهم، وبنعلمهم حرف وبنعلمهم ازاي يبدأوا مشروع من خلال الحرفة اللي تعلموها دي. فهي يعني مرحلة من مراحل ومن رحلة بنعيشها معاهم ومع أسرهم عشان هم يبقوا خدوا كل الدعم أو التوعية الممكنة، ويبقى اختيارهم في آخر المشوار اختيار مبني على أسس مظبوطة وعلى قناعة. طيب أستاذة مي، بما يعني لا يدع مجالا للشك أنه في تعاون كبير بين المجلس القومي للمرأة وبين الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الشأن، كلمينا أكتر عن هذا التعاون. طبعا هو المشروع ده في إطار منحة كانت لجمهورية مصر العربية، عبارة عن 7 مشروعات. المجلس بيتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشروع منهم. كان دايما بيجي لنا تساؤل انتوا ايه دخل السيدات في الهجرة غير الشرعية، وكان دايما إجابتنا ان بالعكس ده من اول الإحصائيات الرسمية بتقول ان المرأة عامل اساس في منع الأولاد من الهجرة غير الشرعية. الأم لأن أولا طبعا المرأة المعيلة دي أول مستهدف لنا. ثاني حاجة المرأة لها دور حتى لو هي مع زوجها، فهي قرارها ودعمها في داخل الأسرة عامل أساسي في أن هي تمنع المشكلة دي. الحقيقة أنه كتير من الشباب يعني في عمر الظهور بيفقدوا فعلا يعني عمرهم في هذه الطريقة الغير شرعية تماما للهجرة. طيب تقدري تكلميني يا أستاذة مايا عن قصص مثلا نجاح من محافظات تم عرضها على الأهالي كنموذج أنه يقدروا يبنوا مثلا مشروعات اقتصادية بديلة للهجرة؟ انا يعني عايزه اقول لحضرتك ان احنا عندنا دلوقتي مجموعات من السيدات، احنا كمان على فكره في 30% من المستهدف في المشروع ده ذكور، عشان ندي فرصه للشباب برضو ان هم يستفيدوا من المشروع، والاولاد الامهات اللي احنا بنستهدفهم يبقى لهم الفرصه طبعا كمان. فاحنا عندنا مجموعات دلوقتي اتعلموا حرف يدويه، وصلت انها بالمهاره بتاعتهم ان هم بيوردوا منتجاتهم للمتحف المصري الكبير، الجام شوب اللي جوه المتحف. ده عظيم جدا طبعا. فالحقيقه يعني طبعا. طيب نسبه الاقبال على المعسكر قد ايه يا استاذه مي؟ النسبه كبيره. وعايزه اقول لحضرتك هي في الاول هم بيبقوا لسه الاسر بتبقى مخضوضه شويه من فكره الالعاب وان هم يلعبوا مع بعض، بس حضرتك لو تشوفي الجمل اللي بيقولوها اللي طالعه من القلب، اللي هو انا عمري انا ما لعبت مع ابويا من بقالي مثلا 12 سنه، انا عمرنا ما قعدنا في قعده كده وضحكنا مع بعض بقالنا سنين. فالحقيقه روح التقارب داخل الاسره المصريه طبعا يعني بتخلي لهم حتى في ذكريات تفضل معاهم، فتخليهم في يعني حب للوطن وحب للاسره. فهي عملت فارق معاهم كبير قوي تداخل الأسرة مع بعض. هي فكرة عظيمة بكل تأكيد، ويعني هذا المعسكر للتوعية الأسرية تحت شعار على البر بوادي نطرون بالبحيرة أكيد ليه أصداء، وهنتابع يعني من خلال حضرتك في حلقات قادمة تطور وتقدم هذا يعني المعسكر، وأتمنى أنه يعني يتوسع في محافظات أخرى. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لك. مستكملين مع حضراتكم حلقتنا، ومن كفر الشيخ حكايتنا هتكون عن رقية محمد جاد الحقة، أول رائدة ريفية من محافظة كفر الشيخ اللي قدرت أنها تقوم الحياة بدور كبير جدا في تعليم الفلاحات، وأنها تعرفهم القراءة والكتابة وتوعيهم أيضا بحقوقهم مع استمرارهم في العمل الزراعي جنبا إلى جنب. وعلى الرغم من أن رقية لم تستكمل تعليمها إلا أنها لم تنقطع عن التعليم والتعلم الذاتي والثقافة، واستمرت في أخذ دورات تدريبية، وقدرت أنها تشارك أكثر في العمل الاجتماعي وتقوم بتوعية السيدات من بداية عام 1969، وده اللي أهلها أنها تنول لقب أول رائدة ريفية في مصر بقرار من محمد فوزي رئيس مجلس الوزراء سنة 1973. تعالوا نروح نعرف قصة رقية مع زميلنا محمد سليمان مراسل إكسترا نيوز من كفر الشيخ، ونرجع مرة تانية.
فكرت ان انا اعمل فصول نحو الاميه بجانب العمل الاجتماعي، ففتحت فصول جمعت 90 دارس ودارسة، فتحت فصلين، جمعت الجريد بتاع النخل وعملت تخت كل تخت اتنين عليها وموجود عندي في البيت منهم، وجبت أبلكاس وعملت صبورات واشتغلت في الفصلين لوحدي، والفصلين زادوا وجالي 30 جداد، فبقيت أدي دول لوحديهم ودول لوحديهم 12 حصة في الليلة لوحدي. كرمتني كتير كتير، كرموني، والمستشار العسكري بكفر الشيخ اللي هو الطنوبي مكرمني، والسفير علي سرور الله يرحمه مكرمني، يعني أنا اتكرمت كتير كتير، ولكن تكريمي اللي هيبقى أحسن وأجمل هو مقابلتي في السيد الرئيس. مشاهدينا الكرام، أعلنت وزارة الداخلية توجيه مأموريات للمستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السن بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بخير. خلونا نستكمل حلقتنا مع حضراتكم وننتقل إلى هذا الخبر، حيث أعلنت وزارة الداخلية توجيه مأموريات للمستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السن بمناسبة المولد النبوي الشريف. حرصا من وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، نظمت الوزارة وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف زيارات إلى عدد من المستشفيات التي يتلقى فيها الأطفال المرضى العلاج وإهدائهم حلوى المولد، في بادرة إنسانية تؤكد على الحرص على رفع روحهم المعنوية لمواصلة رحلة الشفاء. فرحانة جدا ان الضباط جم هنا في 57 وفرحونا وادونا حلاوة المولد. أبقى مبسوط قوي بالهدية دي، شكرا يا ريس. هزتها كده تكتبوا هدايا شكرا ليا، شكرا رئيس. الضباط ما شاء الله عليهم الشكل اصلا حتى يفرح يعني، وحتى بيدخلوا السعاده على الاطفال، بيحس ان هم مش في مكان علاج يعني. النهارده كانوا موجودين معانا ضباط وزاره الداخليه وزعوا حلويات في المولد على المرضى وعلى اهاليهم، ادخلوا البهجه والسعاده عليهم، ودي حاجه من جديد عليهم. دايما موجودين معانا في كل المناسبات وعلى مر السنين موجودين معانا على طول. طبعا كل ده بيتم بدعم وتوجيه مباشر من سيادة الرئيس، اللي كلنا بنشكره انه دايما مش بينسى من اي فئة من فئات الشعب، ودايما هم معانا في كل المناسبات. احتفلت الوزارة بهذه المناسبة مع الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام، وتم توزيع حلوى المولد عليهم في تقليد سنوي تحرص عليه، واستمرارا للدعم الذي تقدمه لنزلاء هذه الدور ماديا ومعنويا على مدار العام، ما رسم الفرح والبهجة على وجوههم. كل مناسبة في عيد في أي حاجة لازم بيجوا يزورونا وبيشوفوا الأولاد، وساعات بيصدعونا عندهم في الأكاديمية أو في خروجات خارجية وبيفسحوا الأولاد دايما سيادة الرئيس حاسس بالشعب وبيعمل لكل مناسبة مبادرة بتغطي للناس اللي هي محدودة الدخل، وده ليهم دعم جامد، والشعب كله حاسس انه الرئيس حاسس بجميع فئات الشعب. شكرا للرئيس على تفكيرنا وتبعتينا هدايا. بحب الرئيس قوي عشان دايما ساكننا مش ناسينا، بعتلنا كل فجأة خير. شكرا للضباط وشكرا لك يا رئيس، كل سنة وانت طيب يا رئيس، وتحيا مصر تحيا مصر. احتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف امتدت إلى دور رعاية المسنين،
حيث تم توزيع حلوى المولد على نزلاء هذه الدور وسط إشادة منهم بالدعم والمساندة الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم والحرص على الاطمئنان عليهم باستمرار. إذا أنتم طيبين نشكر السيد الرئيس على المبادرة الحلوة اللي هو عملها. النهارده الشرطة جت زارتنا وبتطمن علينا وجابت لنا حلوة المولد وكل سنة وأنت طيب يا رئيس. تفضل تمام اللي فاكرنا وربنا معاك. بشكر طبعا وزارة الداخلية على وجودهم معانا في جميع المناسبات ودي مش أول مرة يكوننا فيها. دايما بيبقى في تواصل وبيبقى فيها اثر ايجابي جدا على المسنين بالدار. مشاركه مجتمعيه موسعه من وزاره الداخليه مع كافه فئات المجتمع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف انطلاقا من تفعيل الدور الانساني والاجتماعي في الاستراتيجيه الامنيه. لسه مستكملين حلقتنا مع حضراتكم وخلونا ننتقل للحديث عن مواصلة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا تنفيذ جلسات دوار اللي بتستهدف قرى حياة كريمة ضمن مشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. الحقيقة أنه جلسات الدوار بتهدف لتصحيح كتير من المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية في المجتمع من خلال توعية السيدات وتوعية الأسر بقضايا تنمية الأسرة زي التوعية بحقوق الإنجاب من منظور طبي وديني. والحقيقة أنه ده بيأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تمكين المرأة اقتصاديا. علشان نتعرف على تفاصيل أكتر بينضم لينا عبر الهاتف دكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا. أهلا ومرحبا بيكي معانا في نون القمة دكتور نجاح. أهلا بيك. أحب حضرتك تكلمينا في البداية عن جلسات الدوار في محافظة المنيا والدور اللي بتلعبه هذه الجلسات في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مسألة القضية السكانية في المجتمع. الحقيقة جلسات الدوار عملت نقلة نوعية خلال العام الماضي واستكمالا لهذا العام بالنسبة للمفاهيم المغلوطة بالنسبة للمرأة وبالنسبة كمان للرجل، لأن جلسات الدوار بتستهدف الأسرة الزوج والزوجة والأبناء، يعني مش مقتصر على السيدات فقط. لأن الحقيقة في بعض المفاهيم المغلوطة وخاصة في مجتمعات الصعيد بالنسبة للإنجاب زي مثلا تحديد النسل تنظيم الأسرة، المفاهيم دي عندهم الحقيقة محتاجة لتصحيح كبير جدا. مفاهيم مقدسة يا دكتور. طبعا لكن الحقيقه جلسات الدوار من خلال الساده الائمه والقساوسه والمكرسات والواعظات والساده الاطباء بتغير هذا المفهوم من خلال جلسه الدوار. والحقيقه الاسم اقرب للنفس بالنسبه للمجتمع الصعيدي، لان انا مش باخدها في قاعه واخليها تعمل الجلسه دي وتبعد عن جو البيت او الاسره، لكن هي بتبقى احيانا ده يكون في احد المنازل اللي بتجمع عدد من السيدات والرجال يوصلوا لها المعلومة، فبيبقى نوع من الجو الأسري اللي بيقدروا يستوعبوا فيه. حاجة تانية، احنا مجتمع متدين بيحب الشيخ وبيحب القسيس وبيحب الواعظة وبيحب المكرسة، في الحقيقة الرسالة بتوصل بمنتهى السلاسة يعني من غير معاناة، فهم بيسمعوا لهم بشكل جيد، لأن السادة المشايخ والقساوسة والمكرسات الحقيقة والواعظات أخذوا دورات تدريبية على هذا البرنامج الرئاسي اللي المهم جدا جدا أن يكون متواجد في كل مجتمعات مصر للحد من الزيادة السكانية بسبب المفاهيم المغلوطة. طيب، من شأن هذه الجلسات أيضا دكتور تحقيق تمكين المرأة اقتصاديا، إيه هي الأمثلة اللي لاحظتوها من خلال هذه الجلسات ومن خلال متابعتكم فيما بعد هذه الجلسات؟ هو الحقيقة الجلسات الدوار لأنها بتصحح مفاهيم فبتخلي الست في حالة من الوعي الدائم. بمعنى إيه؟ بدل ما هي قاعدة الفترة الزمنية بتاع الإنجاب بتاعتها بتبقى كبيرة جدا، وبالتالي بيبقى عدد الأطفال كتير جدا، فيبقى الدخل بتاع الأسرة لما يكون على طفلين أو على ثلاثة غير لما بيكون على سبعة أو ثمانية، فهي بيبقى عندها حال طبعا بيبقى عندها استعداد إن هي تعيش بشكل جيد هي وأولادها، وخاصة إن ما أصبحتش الأسرة المصرية لوحدها هي اللي دلوقتي بتربي،
يعني كنا زمان في أعمارنا إحنا الأب والأم يقولوا خلاص ما فيش دي الإمكانيات. دلوقتي ما أصبحش كده لأن أصبح في فضائيات وفي إنترنت، فالأولاد في تطلع دائم ويقلدوا. طبعا ما بيقتنعوش بالمتاح، ولكن بيبقوا عايزين كمان الغير متاح والأسرة مش قادرة عليه. وده الحياة غصب عنهم، يعني هو النفس البشرية، لكن دورنا إن إحنا نوعي الأهالي لخطورة انعكاس. طبعا فالأم هنا بتسعى جاهدة إن هي تدخل بقى المفاهيم الجديدة ديت، وبتبقى على حالة من الوعي إن هي ما تكسرش عشان كمان تعرف تربيهم، ما تكسرش من الإنجاب. طبعا وتكون بصحة جيدة، لأن هي كمان في منهم بيتجه إنها تكون رائدة أعمال، تعمل مشروع في بيتها من خلال برضو الدورات اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة عن ريادة الأعمال. فهي في الحالة دي بيعمل تمكين اقتصادي ليها هي والأسرتها. طيب أحب أسألك يا دكتور نجاح أخيرا، يعني إيه هي الخطوات التالية بعد انتهاء جلسات دوار في المحافظات والقرى اللي بنتكلم عنها، وزي هتتابعوا تأثير هذه الجلسات على المدى الطويل؟ إحنا لن ينتهي هذا لسبب واحد، حتى لو انتهى فكرة المشروع أو المبادرة إحنا متواجدين بشكل دائم داخل قرى المحافظة من خلال برنامج حياة كريمة، أو حتى من غير في بعض المراكز إحنا بنشتغل فيها، رغم إن إحنا بنشتغل في المرحلة الثانية الحياة كريمة، لكن كمان بنشتغل تاني في مراكز أخرى في حاجة لتغيير المفاهيم من خلال الجهات الشركة. يعني المجلس القومي للسكان في أحد جلساته التنفيذية طلع بيان إحصائي إن مركز ملوي فيه بعض المفاهيم المغلوطة وفي نسبة إنجاب عالية، فطبعا وبالتالي بيتم توجيه النظر لهذه المناطق اللي بتحتاج. طبعاً لا مش بكتفي أنا أنا حددته لا، في أي وقت، لأن الخطة بتاعتنا خطة مرنة نقدر نحركها على حسب التوجه اللي موجود في المكان دوت علشان نسعف أهالينا ونكون متواجدين معاك. عظيم جدا، أنا سعيدة جدا حقيقي بمداخلة حضرتك وبنقاشي معاكي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا. شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مشاهدينا الكرام لفاصل قصير، ونرجع من بعده نستكمل حلقتنا ونستضيف ضيفتنا في الاستوديو. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثانية اللي هنتكلم النهاردة فيها عن نموذج ناجح وملهم بحق. الحقيقة أن احنا بنشعر بسعادة وفخر شديدين يعني لما بنستضيف واحدة من اللواتي وصلنا إلى القمة في مجالها بعد مشوار طويل من الجهد والاجتهاد والنجاح. بناء على هذا المشوار الطويل اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، تم تكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية عام 24، وهي الدكتورة نادية زاخيري وزيرة البحث العلمي الأسبق ومقررة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك معانا دكتور، نورانا فنون القمة. نور بيكم. هنتكلم طبعا مع حضرتك عن مستقبل البحث العلمي في مصر وتمكين المرأة في البحث العلمي وكل هذه الأمور، لكن أبدأ بالحديث عن حضرتك وعن شعورك بتكريمك من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمينا عن هذا التكريم. الحقيقة يعني أنا خدت جوائز كتير، لكن هذا التكريم كان ليه طعم تاني خالص، لأنه من رئيس الجمهورية، ولأنه كان لامرأة لها دور رائد في المجتمع، رائدات. الحقيقة كان اليوم ده كان فيه تكريم للأم المثالية واللي هم الرائدات اللي ليهم دور بارز في المجتمع. مهم قوي طبعا المرأة المثالية، بس أنا بعتبر أن كل أم مثالية، فتكريمي كامرأة رائدة ده كان لي طعم تاني بالنسبة لي. صحيح. طعم التاني أن أولادي كانوا حاضرين، ودي أول مرة يحضروا تكريم ليا. يعني كنت سعيدة جدا يومها، حسيت أن البلد بتقدر الرائدات، السيدات اللي هم رائدات في أي مجال ما، لأن العشرة اللي تكرموا الحقيقة كل واحدة فيهم أحسن من التانية، عملت شيء عظيم في المجتمع. دايما إحنا ما كناش بنلقي الضوء على أي سيدة ناجحة،
بل بالعكس كان الإعلام دايما بيوري السيدة اللي هي نجاحة في عملها لازم تكون فاشلة في بيتها، أو المرأة العالمة لازم يكون لها تايب معين كده في الشكل مبهدلة. دي معتقدات مغلوطة تماما بالزبط. طبعا يعني أثبتت التجربة أنها أمور مغلوطة، فده كان شرف كبير لينا قوي كرائدات أن احنا نتكرم طبعا يعني. عظيم. طيب حضرتك أيضا تم اختيارك ضمن قائمة فوربس من ضمن يعني أكثر 30 امرأة عربية ذات تأثير، هذا الاختيار يعني مبني على إيه وبيمثل إيه أنه يدرج اسم حضرتك أو لما يدرج اسم شخص في هذه القائمة المهمة؟ طبعا ده كان وقت ما كنت وزيرة، فهم بيشوفوا إيه الإنتاج أو إيه البروجرس اللي عملناه وإحنا في الوزارة، فتم التقييم على أساس ما كنت به في الوزارة من حاجات في سبيل يعني كان في نهضة في البحث العلمي، في ميزانية بتتضاعف، في مشاريع كتير اتفتحت، في اتفاقيات بين دول ومصر والدول الأخرى للتبادل العلمي، في كان معارض علشان البحث العلمي يطبق مش بس يبقى أبحاث علمية محطوطة في الأدراج. فده كل الإنتاج ده لما تقيم، فكنت وقتها أنا الوزيرة اللي في مصر اللي خدت هذه اللي وقع عليها الاختيار يعني. طيب نروح نتكلم عن البحث العلمي، والحقيقة أنه في تبادل علمي كبير بين الدول في يعني عصرنا الحالي، هل حضرتك بتشوفي أن احنا بنسير بشكل موازي مع الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها في هذا المجال، ولا في نوع من التأخر في الخطوات؟ طب خلينا نقول ان احنا بنقيم البحث العلمي بكذا حاجة. اول حاجة اللي هو النشر العلمي، انا بنشر قد ايه كمصريين، بننشر قد ايه في المجلات الدولية، اللي برا بياخدونا كرفرنس او كمرجع ليهم، احنا في اعلى 17% عالميا. طبعا دي حاجة كويسة جدا، لكن ايه بقى اللي بيخلي البحث العلمي ازهول كده لما نيجي نقيمه؟ لا احنا مش في الاول، إن احنا ما بنطبقش البحث العلمي كما يجب، الميزانية مش كافية، رغم إنها دلوقتي بقت أحسن كتير جدا جدا من وقت ما كنت أنا وزيرة، لأن دلوقتي الدستور بيقول 1% من الدخل القومي، فطبعا ده يعني إنجاز كبير جدا. قد إيه احنا بعلمائنا بتروح للخارج، وقد إيه احنا بنستقطب علماء من الخارج، قد إيه إحنا بندخل للدولة اقتصاد مبني على المعرفة ناتج عن البحث العلمي، مش بس بطلب زيادة في الميزانية. كل البيلرز دي أو كل القياسات دي بتخلينا لأ مش في الوضع اللي إحنا بنرجوه. لكن كنا إحنا في أول 17% في النشر العلمي الدولي، أنا بتكلم على الدولي مش على اللي جوه مصر، فده بيدل على إن علماءنا بيعملوا أبحاث كويسة جداً يعني صحيح. بنفتخر بيها الحقيقة. طيب حضرتك شايفة ازاي دور المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي وما تقدمه في هذا الأمر؟ المرأة المصرية بتمثل 50% ممن يعملنا في البحث العلمي، ويمكن دلوقتي أكتر. أنا بتكلم على إحصائية من 4 سنين فاتت، عارفة حضرتك الإحصائية بتتعمل كل 4 سنوات، فكانت المرأة المصرية بتمثل 50%، فطبعا ده حاجة عظيمة جدا. وبعدين ما فيش حاجة يعني كتير قوي يقولوا لي أبحاث بتاعت مرأة، لا البحث ما بيبقاش لا بتاع مرأة ولا بتاع رجل، البحث بيبقى تيم ورك، فيه رجال ونساء شباب وكبار. كانت المشكلة بتاعتنا يمكن بنتكلم على الدعم اللي بتحظى به المرأة وتعزيز مكانتها في هذا المجال. تمام، أنا هقول لحضرتك رغم إن احنا 50% كان العميدات ورؤساء الجامعات تقريبا ما كانش فيه، خاصة رئيسة جامعة، كان فيه رئيسة جامعة وبعدين دلوقتي من فترة كده ما كانش فيه. دلوقتي الدنيا اتغيرت جدا طبعا بعد الاهتمام بالمرأة، يعني يمكن جامعة عين شمس لوحدها معينة 12 عميدة السنة دي، فلا الحال بقى أحسن جدا يعني عن الأول. ده رقم جيد جدا. طيب هل حضرتك تعتقدي أنه هناك بعض المجالات العلمية اللي ستحظى باهتمام أكبر خلال السنوات القادمة؟ ده أكيد أكيد طبعا، البيوتكنولوجي اللي هي التكنولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الإلكترونيات،
ده كله داخل في جميع المجالات. يعني ما اقدرش اقول ان ده مجال كده لوحده، لا هو بيخدم جميع المجالات الطبيه والهندسيه والزراعيه، فدي مجالات بنهتم بيها جدا في الوقت الحالي. الوظائف اكتر في هذا المجال دوليا ومصريا، دي اكتر مجالات نقدر نقول انها مهمه يعني. طيب ايه ابرز التحديات اللي حضرتك واجهتيها في تطوير البحث العلمي في مصر؟ هو اكتر تحدي كان ان البحث العلمي يطبق. يعني الابحاث زي ما قلت لحضرتك عظيمه، مخرجات البحث العلمي عظيمه. طيب ايه الحائل اللي بيقف دون تطبيق هذه الابحاث دكتور؟ هو اللي هيطبق البحث مش الباحث، اللي هيطبق البحث رجال الصناعه والزراعه ورجال الاعمال. هم دول اللي هيطبقوا، ففي نوع من الثقه معدومه ما بين الطرفين، ما بين الباحث وما بين المطبق لهذه الابحاث. دايما بيبقى واثق انه لما ياخد التكنولوجيا من بره هي دي التكنولوجيا الناجحه، رغم ان لا، ده في تكنولوجيا عظيمه جدا في اللي بتطلع من الجامعات المصريه والمراكز البحوث، لكن التطبيق قليل جدا. ولما حبينا ان احنا نعمل معارض للمخرجات البحث العلمي اللي هي ممكن ان تطبق، كان الناس منبهره بهذا الانتاج اللي بيطلع. طيب ما أنا أحب أستمع لوجهة نظر حضرتك في هذه الجزئية الهامة الحقيقة، كيف من الممكن إيجاد هذه الحلقة المفقودة لتحقيق ثقة ما بين الباحث العلمي وبين المطبقين منوط بهم تطبيق هذه الحلقة؟ طبعا مهم أوي. أولا أن أنا أعلم الباحث إزاي تقدر تعبر عن بحثك وفايدته بطريقة تلفت النظر، مش بالطريقة العلمية الجافة. يعني طريقة الكلام، دراسات الجدوى، الكلام ده كله أنت لو عملته بطريقة مظبوطة المستثمر هيهتم بيه. وفي بعض المستثمرين بيمولوا الأبحاث اللي حاسين إنها فعلا هتفيدهم في صناعتهم. مش هقولك إن كل المستثمرين لا يثقوا في الباحثين، لا. الحاجة طب أحب حضرتك اتفضلي. الحاجة التانية إن في مكاتب مخصوصة دلوقتي إنها تقرب ما بين الباحث وما بين المستثمر، ودي بيبقى فيها حد بيعمل دراسة جدوى، حد قانوني. دي موجودة في الجامعات المصرية كلها تقريبا دلوقتي، موجودة في المراكز البحوث، فده قرب الدنيا. في حاجة كمان اسمها ساينس بارك، دي بيتعرض فيها نماذج للأبحاث اللي ممكن أن تطبق. فأتمنى أن دلوقتي يعني الدنيا بقت أحسن من الأول، أن الأبحاث تتفعل. طيب حضرتك ليكي تجربة طبعا مهمة جدا، ويعني خطوة في طريقك ومشوارك، وهي تجربتك كوزيرة للبحث العلمي في مصر. أحب حضرتك تكلمينا عن هذه التجربة. الحقيقة أنا خدتها يعني أنت عارفة الواحد بيشتغل معيدة كذا كذا لحد أستاذ رئيس قسم، وجات الوزيرة. أنا حسيت أنها ماشية في السلسلة، يعني ما كانش فيه صعوبة. طبعا كان في وقتها رهبة، لأن أنا كنت مثلا مسؤولة على قسم، كنت رئيسة قسم، فكوني مسؤولة على رئيسة قسم غير مسؤولة على البحث العلمي في الدولة كلها، فهي كان لها رهبة. لكن الحمد لله يعني خطوة بخطوة في إنجازات كتيرة اتعملت، في فريق كان بيساعدني برضو في الشغل، في ناس مخلصة، في ناس كانت بتبقى برضو بتحاول توقع، مش عايزين الواحد يظبط الدنيا. يعني الواحد شاف دنيا أكبر شوية من اللي كنت فيها، زاوية أوسع. وكان هدفي كله أن أنا أعمل حاجة للبحث العلمي، يعني ما كانش في أي هدف تاني قدامي، فالحمد لله قدرت أني أعمل بعض الإنجازات، عشان كده فوربس اختارتني. طيب لو سألت دكتورة نادية زخاري، إيه هي الفرص اللي يجب التركيز عليها من أجل يعني دفع عجلة الابتكار أكثر في مصر؟ الفرص إن أنا التعاون ما بين أكتر من جهة، التعاون ما بين أكتر من دولة. عايزة أقولك إحنا مش بس بناخد من الدول الأجنبية، برضو هما بياخدوا مننا، يعني إحنا الاتنين بنستفيد لما بيكون مشروع معمول بين الدولتين. ف
فدي فرصة كويسة جدا نقل التكنولوجيا. في أمثلة دكتور على أبحاث هم ارتكنوا يعني فيها على معلومات مننا أو أبحاث مطبقة في مصر؟ الأمثلة إن أنت بتعملي المشروع ده فالمشروع البحثي بيشتغل فيه الجهتين. ممكن مثلا لو اتكلمنا على مرض معين هذا المرض يكون في مصر بنستفيد احنا من خبرتهم وهم بيستفيدوا من خبرة الدكاترة اللي هنا ومن دي تجارب بتتعمل علشان الأدوية. في تجارب تانية مثلا الطاقة الشمسية في تجارب اتعملت على الطاقة الشمسية في برج العرب هم استفادوا انهم يطوروا من البايلز او الألواح ومصر كمان استفادت من انها خدت خبرتهم في هذا المجال. العربيات الكهربائية اي بحث بتلاقي فيه فايدة من الجهتين. ما هم مش هعملوا بحث غير لما هم عايزين يعرفوا حاجة. صحيح. واحنا طيب هنعمل بحث عايزين نعرف حاجة برضه. اكيد. طيب بالنسبة للمشروعات البحثية اللي بتعمل على الامراض على سبيل المثال لو اتكلمنا على الاورام في مدارس كتير جدا في العلاج في مشروعات بحثية مختلفة ايه وجه التشابه والاختلاف بيننا وبين الدول الاجنبية في هذا الامر؟ نبتدي من البداية خالص. وجه الاختلاف ان هم بيقدروا يشخصوا بدري عندهم الوعي للاكتشاف المبكر. احنا في اكتشاف مبكر لكن الوعي مش كافي ولذلك الانيشيتيف او اللي الرئيس عملها اللي هي 100 مليون صحة دي شجعت الناس انها المبادرة شجعت الناس انها تكتشف بدري. لما حضرتك اكتشف المرض عندي ده بدري ده عامل رئيسي طبعا لتمام الشفاء. تمام الشفاء بالظبط طبعا. لو انا في المرحلة الاولى ببقى مثلا 96% شفاء لو انا جيت للاواخر لا ببقى اولا بحتاج علاج اغلى بحتاج تعب اكتر نسبة الشفاء اقل. دي الاختلاف بيننا وبينهم. أما الأدوية اللي بيتعالج بيها وبروتوكولات العلاج فهي هي لأن في تعاون كبير جدا بين المصريين وبين الخارج. نيجي لنقطة اختلاف تانية احنا بنستورد تقريبا جميع الأدوية مش بنصنع غير نسبة قليلة جدا وده طبعا اللي احنا بنرجو دلوقتي ان يكون في ديفلوبمنت او في صناعة للدواء في أدوية وبالفعل جاري العمل طبعا وجاري العمل بس إحنا بنقف عند حتة يعني قبل ما نعمل التجارب الإكلينيكية بنقف عند الحتة بتاعة التجارب القبل إكلينيكية. عند حتة التجارب الإكلينيكية مفروض يكون في أكتر وأكتر وطبعا دلوقتي في قوانين منظمة أخلاقيات التجارب الإكلينيكية أخلاقيات صناعة الدواء والتجارب أحيانا الدواء. منها بيصل يعني مدة زمنية بعيدة دكتور جدا جدا يعني بعضها يصل ل 30 سنة ممكن طبعا صحيح. يعني الأول بتبتدي على أنسجة منزرعة في المعمل بعد كده على حيوانات تجارب وتعيدي وتزيدي على كذا نوع بعد كده على المتطوعين فدي بتاخد مش أقل زي ما حضرتك بتقولي من 10 سنين فيما فوق عشان كده الأدوية دي غالية جدا. أنا الحقيقة يعني سعدت جدا بتشريف حضرتك لينا النهاردة في نون القمة نورتينا وشرفتينا. تشرف ليا. شكرا يا فندم. شكرا. دكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ومقررة البحث العلمي بمجلس القومي للمرأة شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكي وكل سنة ومصر كلها بخير وحضرتك بخير. أشكرك شكرا. نورتينا. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نون القمة ألتقيكم في الأسبوع المقبل في ذات الموعد وحلقة جديدة. شكرا وإلى اللقاء.